سهلة ما شاء الله، هذا ماشي يعني. سهلة جدا جدا. اغسل الرز نحط على القشطة وحليب الملح ما شاء الله ما شاء الله. بعد كده بقى نحطه في الفرن خلاص. سمنة قشطة ما شاء الله 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 ما شاء الله. الرز معمر طريقة سهلة. فضيلة الشيخ الدكتور العاملاه الرز المغسل ونحط عليها قشطة أو سمنة ونضرب، وبعد كده الحليب وقليل من الملح وقليل من الماء ونحطه في الغاز في الفرن، والفرن نعلي فوق وتحت وخلاص. اللهم اللهم فرن بالغاز مثل هذا معمول في هذا الفرن. اللهم 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 صل. كان بالكهرباء عادي تعلم خلاص لآخر درجة. اللهم اللهم الماء تنحط ساقعة. اللهم 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 صل على حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.